من ناحية تانية أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال إن الدولة نجحت هذا العام في خفض نسبة عجز الموازنة من 92 مليار جنيه إلى 63 مليار، وأضاف إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع صندوق النقد الدولي وبننتظر زيارة من وفد الصندوق خلال أكتوبر واللي هتستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر. هنتكلم ان العجز الاولي وده المؤشر واحد مؤشر مهم جدا للموازنه اللي هو بيورينا ايراداتنا ومصروفاتنا بدون الفوائد. بنتكلم على العجز الاولي نزل من 3.5% من الناتج المحلي السنه السابقه ووصل 5% في السنوات اللي قبليها، نزل ل 1.8% من الناتج المحلي، قيمته نزلت من 96 مليار جنيه ل 63 مليار جنيه في 16-17. بنتكلم على خفض في قيمه مطلقه وخفض كنسبه من الناتج المحلي. بنتكلم على العجز كلي قل برضو من 12.2% من الناتج المحلي ل 10.9% في الناتج المحلي. كل الامور دي تمت في خلال السنة اللي فاتت وبشكل قوي جدا. ساعدتنا ان ده تم بسبب اجراءات اصلاحية حقيقية، مش بسبب ايرادات استثنائية ولا بسبب اجراءات وقتية، بسبب اجراءات هتبقى مستمرة معانا.